النقطة التانية. لا احنا متمسكين بيك. انا وانت دخلوني معاكم يعني. لا النقطة التانية، في حد بعتبره شريكي بجد طبعا في كل حاجة ليها علاقة بالنادي الاهلي، خصوصا في السنوات بعد السبعينات الثمانينات تحديدا. لما احكي لك هو عمل معايا ايه في علاقتي في النادي الاهلي والتضحيات اللي حصلت، هو شريك بالمسانده، بالمؤازره، بالقناعه، بقبول المغامره اللي انا عملتها ان انا اتفرغ للنادي الاهلي واسيب اعمالي، وكنت بشتغل في شركه كويسه ومهمه دون اي مشاكل. لازم اشكر زوجتي. زوجتك طبعا لازم اشكرها واقول لها ما فيش حد غيرك كان يقدر يقبل هذا الامر دون ساعات اما كنت تشغل قوي مفيش الا النادي الاهلي. وبعد شويه يعني كابتن صالح مره احنا دي كابتن صالح 83 23 مارس 83. ليه بقول 23 مارس؟ لان 25 مارس ده عيد ميلادي. 3 اكتوبر كنت هتجوز. فلقيت كابتن صالح بيندهلي بيقول لي عايز ابعتك غانا ومش عايز حد يعرف حاجه، في لعيب عايزين نتكلم عليه. كابتن ده انا هتجوز. مش كده مش بس هتجوز، انا والدي متوفي وانا شايل العبء كله بتاع اليوم الفرح ويوم اللي بتاعه، فانا متضايق ان انا اضطريت اقول كابتن صالح عمل كده. فبالليل بتقول لي مالك؟ قلت لها كابتن صالح قال لي كده وانا اضطريت اعتذر بقى معلش. قالت لي انت ازاي تعتذر؟ كابتن صالح يطلب منك كده وانت ما كناش لسه اتجوزنا. قاعدين يعني انا لو جيت قلت لك انا مسافر بكره وهقعد اسبوع وحاجه قبل الفرح بيوم، قالت لي قول لي ايه اللي انت عايزه وكلم الكابتن صالح وقول له انا مستعد للسفر وقد كان. طب لازم تتشكر. احنا كلنا بنحيي مدرجة. طبعا طبعا طبعا. لا ده لا ده مراتك لا دي ليها دور كبير في حياتك انت طبعا. انا ده على يدي. فرسلت دول مهمين جدا. الناس دي استحملتنا. انا بشكرها من هنا وبقول لها يعني انت كنت في ظهرنا وربيتي ولادنا برضو معايا على حب النادي الاهلي في صمت كل واحد بطريقته. بنتي يعني تكتب وهي اللي قالت لي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. فعجبتني منها جميله. طبعا. ومحمد في صمت بيعمل اللي يقدر عليه عندما يطلب منه ولا حد يشعر وليس له اي طلبات في النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله عليه في قطاع البنوك ماشي. فانا بشكرها من هنا بعد اذنك طبعا. طبعا بعد شكر الله سبحانه وتعالى اللي عمل لنا كل الحاجات دي واسف بعد كده. لا 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 لا.